بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى تطبيق رقم 15 صفحة 14 للرابعة متوسط من الكتاب الجديد الجيل الثاني خواص قواسم عدد طبيعي. نص التمرين يقول أن عدد طبيعي كيف يودي قاسم مشترك للعددين A و B حيث A تساوي N زائد 19 و B تساوي N زائد 1. ألي أولا أحسب A ناقص B. 2 استعمل خواص قواعد الأعداد الطبيعية لتبيين أن D من قواسم 18. 3 عين كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين A و B. سوف نشرح بالحل المفصل لهذا التمرين. نبدأ مع السؤال الأول. أحسب A ناقص B. معناه هنا نقول أولا حساب A ناقص B. سوف نقوم بحساب A ناقص B. A ناقص B ماذا يساوي؟ A ناقص B بحيث أن A نأتي ب A ناقص B قال هذا ناقص هذا. نأتي بماذا؟ نأتي بقيمة A. ها هي N زائد 19. N زائد 19 وننقص منها ماذا؟ ننقص منها B. B كم؟ B هي N زائد 1. N زائد 1 بهذه الكيفية ونقوم بعملية الطرح. بما أن هذا القوس مسبوق بناقص فإن كل ما بداخل القوس يتغير. سوف نحذف الأقواس 19 ناقص N ناقص 1 هكذا ما بكل القوس يتغير. ماذا تصبح؟ لاحظوا جيدا هنا زائد آن وناقص آن هذه تذهب. تبقى لنا 19 ناقص 1 كم؟ هي 18. معناه A ناقص B ماذا تساوي؟ تساوي 18. ها هي A ناقص B. الآن 2 قال ركز معي استعمل خواص قواعد الأعداد الطبيعية لتبيين أن D من قواسم 18. معناه يجب أن نستعمل الخواص لكي نبين أن D هي من قواسم 18. ونعلم أن D هي ماذا؟ D هي قاسم مشترك لA و B. هو قال معناه بما أنه قاسم مشترك للعددين A و B معناه أنه من هنا من هذه الكتابة نستنتج أن ماذا؟ نستنتج أن D قاسم لA وماذا؟ وD أيضا قاسم لماذا؟ لB لأنه مشترك معناه يقسمهما الاثنان. هذه هي التي نستنتجها. الآن من هذه وهذه من هاتين المعلومتين من هاتين المعلومتين ماذا نستنتج؟ نحتاج خاصية هنا نحتاج خاصية وها هي الخاصية التي نحتاجها. ركزوا جيدا معي في هذه الخاصية ماذا تقول درستمونها. لاحظ تقول الخاصية أن عندما تكون A و B و N عدد طبيعي غير معدومة إذا كان N يقسم كلا من A و B معناه كلا معناتها N يقسم A و N يقسم B معناه في نفس الوقت فإن N هذا N يقسم A زائد B و A ناقص B. معناه إذا كان هناك عدد يقسم A و B كلهما كل على حدة فإن آن يقسم A زائد B و A ناقص B. نعطيكم مثال هذه الخاصية ماذا تقول؟ مثلا لدينا اثنان يقسم ماذا؟ يقسم عشرة واثنان معناه نفسه هذا هو آن. إذا كان هذا آن يقسم A هنا أنا أعطيته لكم عدد مثال يقسم A مثلا 10 هو A واثنان يقسم ماذا مثلا يقسم 8 مثلا يقسم 8 أو 6 هكذا نأخذ 6 مثلا هذا هو الA وهذا هو الB وهذا هو الآن. تقول القاعدة إذا كان آن يقسم A ويقسم B فإنه ماذا يقسم A زائد B معناه هذا زائد هذا فإن اثنان يقسم ماذا A زائد B هنا 16
لاحظ، هل 2 يقسم 16؟ نعم هو يقسم 16. لماذا؟ لأن 16 تقبل القسمة على 2، 8 والباقي 0. ويقسم أيضا ماذا؟ ويقسم أ ناقص ب، معناه هنا الناقص 10 ناقص 6 كم؟ 4. لاحظ جيدا، هل فعلا يقسم 4؟ نعم، لأن 4 على 2 2 والباقي 0. هذه القاعدة، معناه إذا كان عدد يقسم أ ونفس العدد يقسم ب فإنه يقسم مجموعهما وفرقهما. هذه هي الخاصية التي درستمونها، معناها سوف نبرهن بهذه الخاصية. معناها بما أن هذا دي فهو يقسم ماذا؟ دي هو بمثابة آن، فهو يقسم ماذا؟ يقسم أ ويقسم بي. من أين أتينا بهذه المعلومة؟ من المعطيات، من هذه دي هو قاسم مشترك للعددين، ومن خلال الخاصية ماذا نقول؟ إننا نكتب هنا لدينا ماذا؟ دي قاسم لأ و دي قاسم لبي. فإن ماذا؟ فإن دي يقسم ماذا؟ فإن دي يقسم، أنا لا أحتاج أ زائد بي، أنا أحتاج أ ناقص بي. فإن دي يقسم أ ناقص بي. لماذا أحتاج أ ناقص بي؟ لأن أ ناقص بي هي التي تعطيني ماذا؟ هي التي تعطيني 18، وهو طلب 18. استعمل خواص قواعد القسمة الأعداد الطبيعية لتبيين أن دي من قواسم 18. بما أن دي يقسم أ ناقص بي، فإن ماذا؟ ومنه دي يقسم ماذا؟ يقسم ماذا؟ يقسم 18. نقول يقسم أو قاسم ل 18، معناه ومنه دي يقسم 18 وهو من قواسمه. بما أنه يقسم فهو من قواسمه، ومنه دي يقسم 18، وها قد برهنا. ماذا قلنا؟ أعيد، قلنا أن دي قاسم لأ، دي قاسم لبي، فإن دي يقسم أ ناقص بي. من أين أتينا بها؟ من القاعدة، وأ ناقص بي هي نفسها 18 فقط. الآن السؤال التالي، تابعوا جيدا، لاحظ جيدا وركزوا معي في هذا السؤال. قال عين كل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة للعددين أ و ب. معناه يجب علي أن أبحث عن الأعداد الطبيعية التي تقسم أ وتقسم ب في نفس الوقت. ما هي هذه الأعداد الطبيعية؟ هو قال يجب عليها أن تكون ماذا؟ قواسم مشتركة. نقول، لاحظ تابعوا جيدا، نقول بما أن هذه الأعداد، بما أن هذه الأعداد الطبيعية قاسمة لأ وقاسمة لبي، بما أنها قاسمة لأ وقاسمة لبي، من أين أتيت بها؟ هو قال، لاحظ جيدا، التي يمكن أن تكون قواسم مشتركة. معناه هو الذي قال لي أن هذه الأعداد الطبيعية يجب أن تكون قاسمة لأ وقاسمة لب. قواسم مشتركة معناه ماذا؟ معناه تكون قاسمة لأ وقاسمة لب في نفس الوقت. بما أنها تكون قاسمة لأ وقاسمة لب في نفس الوقت، معناه الآن أحتاج إلى تلك الخاصية. إذا كان هناك عدد طبيعي آن قاسم لأ وقاسم لبي، فهو قاسم لأ ناقص ب. هنا أحتاج إلى أ ناقص ب ولا أحتاج إلى أ زائد ب، لأن أ زائد ب لا يعطيني 18. أنا أبحث عن هذه 18، هكذا أ ناقص ب. لذلك هو قال في التمرين أحسب أ ناقص ب. الآن بما أن هذه الأعداد الطبيعية تقسم أ وتقسم ب، فإنها ماذا؟ فإنها تقسم أ ناقص ب. معناه هنا أقول بما أن هذه الأعداد الطبيعية قاسمة لأ وقاسمة لب، فإنها ماذا؟ قاسمة لماذا؟ قاسمة لأ ناقص ب. وأ ناقص ب هي ماذا؟ أ ناقص ب هي 18. معناه أقول قاسمة لأ ناقص ب، أو أقول قاسمة لماذا؟ ل 18، هكذا
أقول قاسمة لثمانية عشر. الآن ماذا أبحث الآن؟ أذهب وأبحث عن ماذا؟ عن الأعداد التي تقسم ثمانية عشر، معناه أذهب وأبحث عن قواسم ثمانية عشر. الآن قواسم 18، أبحث عن القواسم. مع قواسم 18 هي تلك الأعداد الطبيعية التي تقسم أ وتقسم ب فقط. قواسم 18 ماذا لدينا؟ لدينا الواحد، ثم ماذا لدينا؟ لدينا الاثنان، لدينا الثلاثة. قواسم 18 لدينا ماذا؟ لدينا الستة ولدينا التسعة فقط. هذه هي قواسم 18، ولا ننسى 18 بطبيعة الحال. معناه الأعداد الطبيعية، ونكمل الأعداد الطبيعية التي يمكن أن تكون قواسم تشترك العدد الأوابي، هي ماذا؟ هي 1 2 3 6 9 18 هكذا. هنا ماذا استعملت؟ الخاصية فقط. قال هو أبحث عن الأعداد الطبيعية التي تكون قاسمة لأ وقاسمة لب في نفس الوقت. بما أنها قاسمة لأ وقاسمة لب، فهي قاسمة لأ وأ ناقص ب، فهي قاسمة لأ ناقص ب وأ ناقص ب، هي 18. معناه أبحث عن قواسم 18، هذه هي قواسم 18، هي نفسها تلك الأعداد. وبهذا نكون قد أنهينا الحل المفصل لهذا التمرين.